في البداية أشكر رئيس وزراء ولاية جوجرات على هذه الكلمة القيمة، كما أشكر صديقي وأخي العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي أسسها هو شخصيا عام 2003، وأصبحت منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار. وأهنيكم دولة الرئيس بمناسبة مرور 20 عام على هذه الانطلاقة. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. كما أشكر المشاركين والمنظمين لهذه القمة، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. Thank you, Your Highness.